ممكن تخبرني. يا نهار اسود اسود، انتوا اللي عايزين تاخدوا القوة بتاعتي. انا مش عارف ارجع بظهري ليه، وعايزين تسرقوا البدلة بتاعتي. اسرق مين هنا؟ هندسه اللي يسرقك. انا ما سرقتش حاجه والله. ايه ده اللي بيحصل لي ده؟ انا مش فاهم حاجه. ومين الراجل الاسود اللي ده؟ البدله بتاعتي بقت سودة. ازاي كده؟ ازاي حصل لي كل ده؟ انا هقول لك اللي حصل لك بالظبط. قبل ما نبدا يا شباب، ما تنساش تحط اللايك وتشترك في القناه كمان، علشان الحلقات اللي جايه جامده جدا، والحلقه دي كلها اكشن. علشان كده يا حلوين ما تنسوش تحطوا اللايك. انت ايوه انت، انا شايفك، حط اللايك، انزل دلوقتي وحط اللايك، ما تبقاش بخيل يا بخيل. ده بسم الله الرحمن الرحيم، الصوت ده جاي منين؟ الصوت ده جاي منين؟ انا مش فاهم حاجه. انت مين؟ انت مين؟ قول. انا هقول لك انا مين. انا هو انت. ايوه انا بقيت جواك، ومش هخرج منك غير لما تدمر المدينة دي، وتدمر اللي اسمهم صحابك ايرون مان وسبايدر بومبو. لا يا عم، لا يا عم، انت بتقول ايه؟ انا مش هدمر صحابي، وانا مستحيل مستحيل اخونهم. انت لازم تخرج مني. انا مش هخرج منك، انا مش هخرج منك، وهفضل لابسك، هفضل جواك لحد ما دمرك ودمر المدينة كلها، إلا لو سمعت كلامي. يعني إيه؟ يعني إيه لابسني؟ هو أنا بنطلون؟ هو أنا بنطلون يا عم؟ إفيه سخيف، ما تعدهوش، أنت هتعمل اللي أنا بقولك عليه وبس، فاهم؟ لا مش فاهم، وأنا مش هبقى شرير، أنت هتخرج مني غصب عنك، أنت لازم تخرج أصلاً عشان أنا كويس. آه لا لا خلاص خلاص ماشي، انا هعمل اللي انت عايزه. ايوه كده، عايزك تسمع كلامي وبس. ولا اقول لك، انا مش هسمع كلامك، انا هارب من هنا، انا لازم اهرب من هنا. بس هو انا مش قادر اطير ولا ايه؟ انا مش قادر اسيطر على البدله دي. انا بقيت ضعيف، اروح منين واجي منين؟ انا مش قادر اطير. يا رب ساعدني، انا لازم اروح احذر الابطال الخارقين ايرون مان وسبايدر بومبو. انا هطير ليهم، اكيد هم في المقر بتاع ايرون مان. اوه اخيرا وصلت للمقر بتاع ايرون مان. انا لازم دلوقتي اروح اخليهم يساعدوني واحذرهم من الشرير اللي تلبسني ده. انا همنعك، انا مش هسيبك توصل لهم وتقول لهم على حاجه. ايه ده؟ انت فين اصلا؟ انت فين؟ انا مش عارف هنعمل ايه يا بومبو. الارقام بتاعته بتقول ان هو اصلا مش عايش. بس ارقام ايه اللي مش عايش؟ انت ازاي اصلا عندك المكان ده كله؟ ازاي مستعد لكل الكلام الكبير ده يا عم؟ مش عايش ده بيتحرك اهو، ما فيهوش ايه ده؟ هو غريب جدا، هو بيتحرك. المصيبه ان هو بيتحرك. بقول لك ايه، انت اصلا واحد تايه. بص صل على النبي، انت روح اعمل له طبق فول وسيبه ياكله وهو يبقى زي الفل. عندك ثابت على كده بقى له ساعه يا عم، انت على طول عندك اكل وشرب حلو زي الفل، اكله وشربه اي حاجه، اديله اي حاجه. بص البيت ابو 14 باب اللي انت فيه ده هتلاقي فيه اي حاجه، طبق بليله، اي حاجه من هنا. مفيش يا باشا والله إيه؟ ما في غير كريب كريسبي ونشف جلد خلاص يا عم. دهون هو يقول لا. طب بص هيقول لا ايه؟ هو مفيش خالص. بص الارقام زيرو 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 زيرو، مفيش. بيني وبينك كل اللي شايفه الشاشه سودا، معناها ان الراجل ما بينطقش. بس ازاي بيتحرك؟ ما هو دي نصيبه. ازاي الجهاز قاري كده وهو مفيش خالص؟ انا ما شفتش حاجه كده قبل كده بصراحه. المناظر دي غريبه جدا عليا. طب بص اقول لك على حاجه حلوه، احنا ممكن نستفزه فيتحرك. معكش دبوس اشكه في رجله؟ يا عم حرام عليك، حرام عليك، رجلي وجعتني. اسمع مني، الحاجات دي هي اللي بتجيب والله، الحاجات دي بتجيب نتيجه. لا انت لا لا. عمرك ما رحت عند دكتور بتاع عظم بتلاقيه ماسك شاكوش كبير كده ومرزعك على ركبتك، تقوم ركبتك دبه في وشه؟ تصدق بالله كنت عايز اروح عند دكتور، ما اناش رايح. يا عم لا روح، ما تخافش، ده انت بعد كده تقوم تجري زرع. وبعدين ايه البدله دي؟ شاكوش. ايه ده؟ مش عارف، بدلته تحس ان هي فضائيه في نفسها شويه، يمكن عشان نزل. انا عرفت، بس يا شيء لما اختفى صاحبك سوبر قال يرجع الكوكب بتاعه. حلو كده؟ طلع الكوكب. حلو كده؟ ملهاش حاجه،
راح جاي نازل، بس اكيد غير في السكه عشان ريحته كانت طالعه اخر مره، فده اللي حصل وانتهت القصه هنا. ازاي 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 انت شايف البدله دي سودة بالكامل؟ ما هي بدله فضائيه، ما هو الاسود ده موضه يا ابني، ده الاسود ده ملك الالوان. لا انت بقول لك ايه، انت فاكر نفسك كده بظرف الخرقين ضيعتك والله، انت ما بقتش عارف حاجه في الدنيا الواقعيه بتاعتنا. اي حد فاشن اساله او اي بلوجر اساله قول له لو سمحت ايه هو ملك الالوان، هيقول لك الاسود. الاسود ده موضه يا ابني، انت بتتكلم في ايه؟ معلش بس في اللفظ، معلش في ايه في اللفظ. اه يعني هنصحيك، هو انت عندك ايه فوق السلم ده؟ شكلك عندك حاجات. مفيش ما إيه حاجه، هو المكان لسه تحت الانشاء يا باشا. انا جيت هنا بس بسرعه عشان نحاول ان احنا نعالجه. طب ما تعالجه، حطه على الترابيزه دي ونعالجه. هنقول لك حاجه حلوه، احنا ما جربناش حاجه، تيجي ننقط له ميه في بقه زي العصافير. والله مش العصفوره دلوقتي ما بتوجعانه ولا حاجه، بتنقط له ميه. انا عندي حاجة. انا عندي حاجه احنا ممكن نعملها. ايه؟ احنا ممكن نجيب صفيحه الزباله اللي هناك دي ونفتحها ونحطها جنب. هشم الريحة يعني؟ اه وارد وارد. ايه يا عم وايه الخفافيش دي كلها وانا عايش في كهف يا عم؟ لا ايه يا عم؟ معلش هو ايه يا عم الرعب اللي احنا فيه ده؟ المكان تحت الانشاء، المكان تحت الانشاء يا عم. انشاء ايه بس؟ ده المكان تحت يلا تحت المستوى. الله يسامحك بقى، انا ايه اللي جابني للحياة دي؟ انا هجيب صفيحة الزبالة ماشي اه كده جنبه حلو، ونفتحها ونسيبها ونسيبها على ربنا بقى. ايه يا عم؟ ايه ده في ايه؟ يا عم انا بخاف من الضلمه والله، انا مش شايف حاجه، انا مش شايف حاجه. في خليك جنبي، خليك جنبي، خليك جنبي. اوعى تسيبني، اوعى تسيبني، انا اللي خليك جنبي، انا غلبان. صوتك صوتك انا سامع حركه. حركه صوتك. حركه انت هتخوفني ليه؟ خلي بالك، انا مش متأكد. قال ايه؟ عايزين ياخدوا البدله بتاعتي يعني. انا لازم ارجع لهم تاني وادمرهم، انا هسود عيشتهم، انا هنزل لهم دلوقتي وادمر حياتهم كلها. انا على قدك ايه؟ انت شايف المنظر؟ سعادتك الراجل اختفى والبدله اختفى. ما انا قلت لك، ما انا قلت لك ملموس على ملموس ما يحسش. بقول لك ايه، تعال نبص عليه يمكن تلاقي بره. يا نهار اسود، انتوا اللي عايزين تاخدوا القوه بتاعتي. انا مش عارف ارجع بظهري ليه، وعايزين تسرقوا البدله بتاعتي. اسرق مين هنا؟ هندسه اللي يسرقك. انا ما سرقتش حاجه والله يا ابني. انا عارفكم كويس، عينك عامله كده. لا تامر ايرون مان المتنمر، وربنا مانا ده هو ايرون مان. وسبايدر بومبو، خليني انا هنا، انا ماليش دعوه بالمشاكل دي. بص استنى، انا احكي لك على حاجه. يا لهوي مسكني يا وار، الحقني. الموضوع هو ما فيه سعادتك، ما فيه ان انا اهرب. مفيش موضوع، انا هدمركم. يا نهار اسود، يا نهار. اجري يا بوم، اجري يا بوم، اجري يا بوم. انا اول ما انت تخرج هقفل بسرعه بسرعه. قلت لك هربني، قلت لك هربني. ده ممكن يا ابني، ده طار يا ابني، ده ممكن يفكر المكان ده. يا نهار اسود، انتوا فاكرين يعني انكم هتقدروا تحبسوني في المكان ده؟ يا لهوي، اجري بومبو. انا ما اعرفوش، انا هدافع عنك، انا هدافع عنك. يا لهوي على ضهرك، انا هدافع عنك. انا ما خدتش منك. هتدافع عن مين؟ الدنيا بتولع، انا هدمرك. يا لا، انت سبب تعاستي. انا شفت في مكاني، هربوني. حرام عليك، بالله استاذ، بالله احنا اصدقاء واخوات، بتعمل فينا كده ليه؟ حرام عليك. انتوا مش اصدقاء، انتوا انا هدمركم. ايه ده، انت صوته بيحصل له ايه؟ انا دلوقتي يا سوبر، يلا افتكر، يلا لا عيش. انت 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 ايرون مان الحقني. انا هدمرك يا ايرون مان. ايه ده طب ايه ده؟ انت مجنون؟ طيب ده ملبوس، ده عنده فصام، اهرب يا اخويا. انت دلوقتي من غير قوه خارقه انا ممكن ادمرك بسهوله، بس انا مش عايز. لا سيبني، انا مش عايز ادمر صحابي. اسكت، دي مشاكل عائليه يا جماعه. انا مسيطر عليك، هدمرك وهدمر صحابك والمدينه دي كلها. دومبو خد ضهرك اخويا، الله يكرمك. اسمع اتكلم، تك على الزرار ده وهتلاقي نفسك اتعملك تلبورت بسرعه. اهرب انت، اهرب انت، هتسرق. بقول لك وربنا انت فاكرني يعني؟ بص انا بقدر البس قناع وممكن ابهدلك براحتك، وبندو عمرك ما هتقدر انت توصل له. طب وريني انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يا نهار اسود،
يلا ريس. السلام عليكم. سلام عليكم. فاكر نفسه حيقدر يهرب مني؟ انت اختفيت دلوقتي بس حلقيت ووعدك ان انا دمرك انت واللي مسمي نفسه سبايدر بومبو. اروح دلوقتي على المقر بتاعي علشان اطور من قوتي. انا وصلت اهو. ابعد عني، ابعد عني يا شرير. انت عايز مني ايه؟ اخرج. مش هخرج غير لما ادمرك ودمر صحابك. انت عايز مني ايه؟ بص لينا، انت عايز مني ايه؟ قلت لك انك انت هتفضل تحت سيطرتي لحد ما دمرك. وبعدين كده انا ما تنساش ان اديتك قوة اقوى من القوة اللي كانت معاك، ولسه هطور البدلة اللي انت لابسها هتبقى اقوى واحد في العالم كله مش بس بالمدينة دي. يا عم انا لأ، مش عايز ابقى اقوى واحد في الشر. انا عايز ابقى، انا عايز ابقى كويس، ادافع عن الخير وبس. وبعدين دول صحابي اللي انت عايزني ادمرهم. بقولك ايه، مفيش صحاب بعد النهاردة، انت هتمشي تحت امري انا وبس. انا مش عايز امشي تحت امرك، انت راجل شرير. انا لازم احاول اني اهرب منك. كنتش فاكر انك هتهرب بالسهولة دي. شايف السيف ده؟ انا ممكن اقطع في رقبتك لو حاولت تعمل اي حاجة، اي حاجة مش هقولك عليها. طيب خلاص، بس يعني انت عايز مني؟ انا من لحد دلوقتي مش فاهم. انت غبي، قلت لك لازم تدمر المدينة دي كلها. انت خلاص بقيت معانا واحد مننا، انت فاهم؟ لا مش فاهم. يبقى حدفنك هنا وحتفضل بالقبر ده طول عمرك. بقول لك ايه يا عم، انا تعبت جدا من الحوار اللي انت بتقول عليه ده، ولو عملت انا مش هدمر صحابي. يبقى هرجع فيك وحلبسك لحد ما دمر الدنيا دي كلها. لا يا عم لا، تلبسني مين بس؟ انا مش عايز. لا يبقى لازم تسمع الكلام. المهمة الاولى اللي لازم تعملها علشان تبقى حر، انا عايزك تجيب لي دم صحابك. ايوه زي ما انت سمعني كده، دم صحابك. انت بتقول ايه يا مجنون؟ دم صحابي يعني ازاي؟ يعني انت عايزني اقتلهم؟ انت حر بقى تقتلهم، تجرحهم وتجيب دمهم. اصل الدم ده يخليني اقوى واحد في المدينة، ولما تلبسك انت هتبقى اقوى واحد في المدينة وفي العالم ده كله. فهمت؟ ماشي انا اشوف انا هعمل ايه. شاطر يا ابني، شاطر. امشي دلوقتي وهشوفك بعدين. يعني ايه؟ انت ترجع تلبسني مرة تانية؟ ايوه ارجع البسك. لا